السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكاتلان. درس النهاردة إن شاء الله هو تكملة للدرس اللي فات. الدرس اللي فات لو تفتكر كان التطبيق بيعمل معايا كراش وبيقفل التطبيق في حالة إن إحنا قفلنا التطبيق وفتحناه تاني. كان السبب يعني تعالى كده نقفل التطبيق مع بعض وهنيجي نفتحه مرة تانية. طبعا الإيميليتور عليه إنترنت حاليا، هتلاحظ إن عمل كراش وقفل البرنامج وطلع إيرور، وكان الإيرور اللي بيطلعه إن هو بيجي ينزل البيانات من الإنترنت أو من السيرفر، فكان بيلاقي إن الأي دي هو اللي موجود، فكان بيعمل كراش وبيقفل بالشكل ده. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ عشان نحلها لازم نفكر بتفكير منطقي شوية. يبقى قبل ما يبتدي يعمل العملية دي عايز اعمل تشيك، هل قاعدة البيانات فيها بيانات ولا لا؟ لو مفيهاش بيانات فيبتدي يغذيها بالبيانات اللي بيستقبلها بالريتروفيت، ولو فيها بيانات ما يبتديش يغذيها بأي بيانات. طيب احنا نستخدم اف، اجي اقول له اف وافتح قوسين، وعلشان اتحقق من البيانات ان قاعدة بيانات فيها بيانات ولا لا هستخدم الريلم، واقول له اعمل لي كده استعلام ريلم دوت وير، كأني بجيب البيانات بتاعتي من الريلم، وهرسل له طبعا الكلاس اللي هو الداتابيز. تمام، نقطتين نقطتين كلاس دوت جافا. بعد كده اقول له دوت فايند اول بالشكل دوت. دي كانت الطريقه اللي احنا بنجيب بيها جميع البيانات، ولكن هنا هبتدي بعدها استدعي داله ممتازة جدا اسمها is empty. تمام، في حالة قاعدة البيانات فاضية فابتدي غزيلي البيانات داخل الريلم. طبعا انا فتحت القوسين الخاصين بالاف واحط جواها الكود الخاص بالترانزاكشن دوت، اخده كات واجي احطه داخل الاف بتاعي. تعالى نعمل run مرة اخرى ونشوف التطبيق هيقفل معايا ولا لا. هتلاحظ ان التطبيق فتح معايا بدون اي مشكلة. تعالى نتأكد ونقفله مرة اخرى ونيجي نفتحه نشوف هل هيعمل نفس الايرور ولا لا. الدنيا كده تمام، مفيهاش اي مشكلة، بكود بسيط جدا ان انا تحققت هل قاعدة البيانات فاضية ولا لا. لو فاضية يبتدي يسحب البيانات من السيرفر. طيب الكود ده محتاج كود اخر، او محتاج نتحقق من شيء اخر. ليه؟ دلوقتي لو انا جيت عملت ابديت لقاعدة البيانات دي على السيرفر، يعني مثلا هنا درس 30 حطيت درس 31، هتلاقي ان مش هيبتدي ينزل التحديث الجديد اللي حصل على قاعدة البيانات. يعني هو هنا بيتحقق بس هل في بيانات ولا لا. لو قاعدة البيانات اللي هي الريلم فيها بيانات فمش هيبتدي يسحب البيانات من السيرفر ويخزنها داخل قاعدة البيانات. طيب لو أنا جيت مثلا أضفت درس جديد ومش هيظهر للمستخدمين بالشكل ده، عشان أحل المشكلة دي ممكن أحلها برضو بطريقة منطقية تانية، إن أنا هبتدي هعمل إف تانية وأقول له والله شوف لي السايز الخاص بالريلم، يعني مجموع البيانات اللي موجودة. يعني مثلا لو أنا عندي
30 درس، تمام، وعندي على السيرفر 30 درس، فما تبتديش ان انت تنفذ الكود اللي هو الخاص باستقبال البيانات. طب لو انا عندي مثلا على السيرفر 31 وعندي في قاعدة البيانات 30 درس، فيبتدي ان هو ينزل البيانات. فهنا لو جه نزل البيانات برضه هيحصل مشكلة تانية، هيقول لك ان في بيانات في قاعدة بيانات، احنا ممكن نحذف البيانات كلها ونبتدي نشغل الفور بحيث تجيب لي البيانات مرة أخرى. تعال أوريك الكلام دوت عمل. أول حاجة أقول له إف أخرى، تمام، وأفتح قوسين وأقول له نفس الموضوع بالظبط هنا في الريلم، أخد كوبي كوبي باست، بعدين هقول له هنا دوت سايز، دوت سايز هتجيب لي حجم البيانات اللي موجودة داخل قاعدة البيانات، وهقول له هنا كونديشن لا يساوي، إذا كانت لا تساوي البيانات اللي جاية لي من السيرفر اللي هي أصلا أنا حافظها هنا في all data، فهاجي أقول له لا تساوي all data dot size board، تمام. بعدين هفتح قوسين، طبعا هنا عايز علامة تعجب لأن ممكن ما يلاقيش بيانات أصلا. طيب وهاخد الريلم دوت اكزكيوت ترانزاكشن كوبي داخل الاف الأخرى. طيب ناقص جزء هنا هيبتدي يعبي البيانات وهتحصل نفس المشكلة الأولانية، فأنا ممكن هقول له هنا قبل ما يبتدي يعبي البيانات داخل قاعدة البيانات الداخلية هقول له ريلم احذف لي البيانات القديمة، تمام، ريلم دوت ديليت اول، هنا هيحذف البيانات كلها، بعد كده يخش على الريلم ويعبي البيانات. طيب تعالى نشوف الموضوع ده قبل ما اعمل ران، اخلي التطبيق زي ما هو كده بدون التحديث اللي احنا عاملينه. هفتح قاعدة البيانات دلوقتي وهضيف درس جديد. لو دخلنا على الاندكس هتلاحظ ان دي البيانات اللي متسجلة عندي في قاعدة البيانات. تعال اعرض مثلا 100 صف، تمام، هتلاحظ ان هو لغاية 30. تعال افتح لك الـ API الخاص بينا أو الـ JSON، سوري، هتلاحظ إنه آخر درس برضو 30. تعال نزود درس جديد، تعال نعمل نسخ للدرس 30 ونعدله فقط، نخليه 31، نخليه 31 بالشكل ده، والاي دي هنخليه 31 بالشكل ده، ونعمل اوكي. لاحظ ضاف لي الدرس تحت. تعالى كده نعمل ريفرش للجيسون، لاحظ زود لي درس 31 بعد 30. تعالى كده بقى في التطبيق نقفل التطبيق ونفتحه تاني. انا لسه ما عملتش ران، انا حبيت ان انا ما اعملش ران عشان نشوف الفرق الكود اللي احنا كتبناه عن قبل ما نكتب الكود الخاص بيه، ان يعمل تشيك هل حصل تحديث في قاعدة البيانات ولا لا. لو في تحديث هيبتدي يحط التحديث. تعال نفتح تطبيق، تعال ننزل تحت خالص بالشكل ده هتلاقي اخر درس 30. طب مع ان احنا عاملين هنا درس جديد فمعنى كده ما ياخدش الابديت. تعالى بقى نعمل ران بحيث ينفذ الكود اللي احنا لسه كاتبينه، تمام، نعمل ران، المفروض ان هو هيروح بقى على قاعدة البيانات الخارجية او الجيسون اللي هو بيستقبله، هيلاقي ان هو في زيادة في عدد البيانات، ف
فهيبتدي إن هو يحذف كل البيانات وبعدين يحط البيانات الجديدة. وعمل معايا كراش. إيه سبب الكراش؟ هتلاقي أو سبب إن قفل، أنا حطيت delete all ده خارج ال execute transaction، المفروض داخل ال execute transaction. تمام، نعمل run مرة ثانية، يعني realm dot delete all مش هتطلع بره ال execute، هتحط داخل ال execute. تمام، هتلاحظ التطبيق فتح معايا. تعال نبص كده آخر درس، آخر درس 31. تعال نقفل التطبيق نفتحه تاني نشوف هيعمل مشكلة ولا لأ. معنى كده الدنيا مشيت تمام في كل الأحوال، 31 تمام. تعال نحذف 31 دوت قاعدة البيانات، حذف تمام. تعالى كده نقفل التطبيق ونفتحه. تعالى نشوف آخر درس، لا آخر درس 30. معنى كده لما تيجي تحدث قاعدة البيانات الخارجية هتحدث قاعدة البيانات الداخلية وتبتدي تعرضها للمستخدم. أحب أهنيك إن كده التطبيق دوت خلص. ناقص فيه بس الإعلانات، هعرفك في الدروس اللي جاية إزاي نضيف إعلان للتطبيق، وأعرفك بعدها إزاي تعمل حساب مطور وإزاي ترفع عليه الأبليكيشن وإيه اللي بنحتاجه عشان نرفع الأبليكيشن. وبكده وصلنا لآخر الحلقة، هسيب لك السورس كود كامل للتطبيق في أسفل الفيديو. فكرك إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.